انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من قمة البحرين للمدن الذكية 2019 بتنظيم من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من قبل صندوق العمل تمكين وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الحلة الرابعة لقمة البحرين للمدن الذكية وعبر حجم مشاركة واسعة من قبل ما يزيد على 250 خبيرا ومختصا من داخل وخارج البحرين، وضعت يدها على كل فكرة وأسلوب وخطة عمل مثلى ستؤدي نحو ضمان تشكيل واضح للملامح الحقيقية التي ستنجح في تقديم المدينة الذكية المنشودة. تقنيات المدن الحديثة أصبحت في كل المجالات، في مجال الكهرباء وفي مجال ترشيد المياه وأيضا في إدارة مواقف السيارات وإدارة الخدمات الحكومية. نحن نطمح من خلال مثل هذه المؤتمرات إلى استقطاب الكوادر البشرية وتدريبها لمساعدة الحكومة في تنفيذ هذه المبادرات التي تهدف إلى ترشيد الطاقة. القمة جاءت لتكون وعبر يومي انعقادها كمساحة وافية لقيام 6 جلسات نقاشية سيتم الخوض من خلالها في بحر 14 ورقة عمل تغطي محاور عدة، منها المحاور طبعا بنتكلم عن التشييد الذكي، استخدام الريسايكلينج، تطوير المباني، التعليم، المهارات الجديدة اللي بتطرح في مستقبل المدن الذكية في مملكة البحرين وفي العالم. 25 جهة حكومية وخاصة طرحت ما لديها من التطبيقات العالمية المبتكرة الكفيلة بإنشاء المدن الذكية عبر جادة معرض عصري أفصح للمرة الأولى عن أفضل الحلول الجذرية لانتهاض المدن الذكية. إطلاق الجيل الخامس هو البذرة الأولى بحيث أنه يكون لنا بصمة في تواصل الناس ما بين والله بعضهم البعض في هذه المدن الذكية، وكذلك ربط التقنيات الموجودة المستحدثة سواء كان والله مستخدمة على الجانب الشخصي الفردي أو كان على جانب الأعمال، فتجد جميع الأنظمة هذه متواصلة، جميع الناس متواصلين، كل هذا ولله الحمد بسبب البنية التحتية القوية اللي بنتها فيفا على الجيل الخامس وكذلك الحمد لله الحلول المبتكرة. هاي المشروع يقوم على خدمات اللايتينج سوليوشنز، فالإضاءة في البحرين، فخلنا نقول بدال الليتات الموجودة عامة في الشوارع في ليتات الحين تستخدم طاقة الشمس. في قيام المدن الذكية محاسن بالجملة، وفي تطبيق معايير نشأتها جهد مشترك بفكر غير مألوف يبحث عن التغيير الإيجابي والمختلف في طريقة العيش عبر الاستغلال الأمثل لجميع أساليب التقنيات الرقمية، إلى جانب الاستعانة بأدوات العولمة للتعامل مع ما قد يصيب البيئة من مشكلات والإسراع في تسويتها. عندها يصبح لدينا اقتصاد ذكي، إدارة مدنية ذكية، حركة مواصلات ذكية، مواطن ذكي، وتعايش ذكي، وحفاظ على البيئة ذكي. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.